اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حبيباتي السلام عليكم. اليوم غادي نديرو مع بعضياتنا العسل ديال الشباكيه والعسل للحلويات، طريقه تصنيع العسل للحلويات. حبيباتي بما انه شهر رمضان قرب، كلشي غادي الناس غتحضر الشباكيه واللي غادي يحطوا العسل في الدار. غادي نوريكم طريقتي انا كيفاش نصاوب العسل في الدار. غادي نشدو واحد الطنجره بالضبط، غادي نديرو فيها قالب ديال السكر. اللي ما عندوش هذا السكر يدير السكر الخشن، 2 كيلو ديال السكر الخشن. انا قل ديال السكر اللي هو 2 كيلو ديال السكر. ها هي، الا ما كان عندكم هذا القالب هذا السكر لهذا الشكل هذا، كديروا السكر الخشن يعني سنيده او السكر الخشن. لهذا 2 كيلو ديال السكر غادي نديروا ايترو ديال الماء، غادي نكب عليه هذا الايترو ديال الماء. نحاول نكبو يعني بمهل باش هاد القالب يتفرتت معنا ما يشد ليناش وقت في الذوبان. حبيباتي هاني فاش خويت الماء عليه بشويه بشويه تكيتو في هذاك الماء باش يذوب، غادي نخليه يذوب. لهاد 2 كيلو ديال السكر وايترو ديال الماء باش نصنعوا العسل ديال الشباكيه والعسل الحلويات، غادي ندير 2 قطع ديال الليمون حامضه كبيره او 2 صغارات. كنقطعهم على هذه الطريقه هذه وكنحيد ليهم البذر ديالهم او العظم ديالهم. غادي نلوح هاد القطع هكا على وجههم مع هذا قلب السكر او 2 كيلو ديال السكر وحامضه كبيره او ليمونه كبيره او 2 ليمونات صغار. غندير قليل من القرفه البلديه وغادي ندير حبات من المسك الحره او المستكه او تيدكت. هذيك تيدكت زوينه كتعطي واحد الطعم وفي نفس الوقت كتصلح للعسل، راه هي ملاش كيصاوبوا الحلويات. غادي نخليهم دابا لمده ساعه ساعتين حتى 3 ساعات حتى يذوب هذاك السكر مزيان، ومن بعد غادي نرجعوا نطيبوا مع بعضياتنا. السلام عليكم حبيباتي، ها هو العسل ديالي طاب. درتو 15 دقيقه، سديت عليه الكوكوط 15 دقيقه فوق من بعد ما صفر حسبتو 15 دقيقه. النار مجهده شويه ماشي بزاف ولكن مجهده شويه. دابا غنحيد هذا الليمون هذا او الحامض. غادي نحيد الطريفه ديال القرفه بالنزوم بالعشق وغادي نوريكم العسل بحالاش، غادي ملي يبرد غادي نوريكم بحالاش. حبيباتي ها هو العسل ديالنا طاب، شفتوا بحالاش جا ما شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ها هو دابا هذا قلب السكر عطانا هاد الكميه ديال العسل تقريبا ايترونس. شتو عندنا الزبدة بحال هكا، باش تشوفو اللون شتو بحالاش. شوف حاجه خاطر القياس ماشي ثقيل ماشي خفيف. واللون ديالو هانتوما كتشوفوا، والطعم ديالو رائع. هذا البارح فاش سميتو فاش طاب خويتو من الكوكوت هنايا وغطيتو خليتو يبرد
ما درتوش في الثلاجه، ماشي حاجه خديتو غير هنايا على البوطاجي او البلان دو طرافاي. هذا هو العسل حبيباتي، نتمنى يعجبكم ان شاء الله وتستافدوا من هذه الطريقه هذه وتجربوه، ساهل. نتمنى يعجبكم، واني بكم مرحبتي سهلتي.